نذكر حضراتكم بأن السيد وليد الكيلاني عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي قدم استقالته على الهواء مباشرة معنا في بث مباشر في بداية الفترة الرياضية احتجاجا على إقامة مباراة النادي الإسماعيلي بالأقصر، وقال أنه ده ضد مبدأ المساواة بين الأندية، وأنه لازم النادي الزمالك يا إما يبقى موجود يلعب مع في نفس الملعب في الأقصر، أو أنه النادي الإسماعيلي يلعب المباراة في الجونة. ده خبر من الأخبار المهمة جدا، وكان في تعقيب طبعا من الحاج محمود الشامي. عايز اعقب بقى كمان، نجالنا كمان جواب بانسحاب الاسماعيلي من الكاس في حاله عدم اللعب في الجونه. بكملك بقى ده انت بتكملش طب ده فانا حقيقه احنا شغالين في الاتحاد، وحقيقه العميد ثروت سليمان انا عايز اوجه له تحيه من هنا بصراحه. يعني اشتغل في ظروف صعبه جدا، تحمل ملل تلك بشر في الدوري اللي فات، ان كلها موافقات امنيه. الملعب رافض، فاحنا في اللحظه دي بيجي جواب الاسماعيلي. قبليه كان في اعتراض على اقامه المباراه في الاقصر. فاحنا يعني الاسماعيلي هينسحب فعلا اذا المباراه اقامت، هو كان بعد كده الحقيقه احنا بعد اتصالات قلنا اتفقنا ان احنا نحاول ان احنا نحل الموضوع زي ما حضرتك بتقول. اولا في مشكله انه في وقت عندنا مشكله من على الراي ان هو في نفس المكان، يبقى اذا لو اتغير الميعاد ممكن انتقدت حضرتك، ممكن بعد كده يعني وارد ان يحصل لي يعني المباحثات شغاله. انا جيت لحضرتك وهم اتصالات شغاله، هل هيعملوا ايه بقى؟ هل الامن هيوافق على الاقصر على تغيير اليوم ولا هنقدر؟ بس قلت لحضرتك السبب، يعني ان كنا بنحاول نخليهم كلهم في الاقصر لكن رفض الزمالك للامن هو اللي رفض. طيب انا زي ما كنت بقى اتكلم مع حضرتك قبل الفاصل عن الدوري، عوده النشاط. انا بحسب الاخبار اللي كل الصحف بتتكلم فيها، وسائل الاعلام، انه ناس غير مستشعره بان هناك رغبه حقيقيه من الاتحاد ومن وزاره الرياضه، وانا بتكلم الكلام اللي موجود عند الناس، في عوده النشاط مره اخرى. هل الكلام ده حقيقي فعلا ولا لا؟ شوف حضرتك، مخاوف الناس ان يعتبر النشاط توقف في 3 سنين، ده يعتبر مفيش نشاط. حتى لو ما يستكمل المسابقه وتلغي الهبوط يبقى وكأن المسابقه لم تكتمل. يعني التاثير ده عامل قلق الناس، لكن انا بقول بوعد بمنتهى الامانه الموضوع صعب جدا، عشان برضو احنا حددنا ميعاد 23/11 اللي هو ده. هذا الميعاد ليس هناك اي موافقه امنيه حتى الان. بعتنا للانديه انها تجيب ملعبها، ولا نادي جاب موافقه ملعب واحد. كل واحد بعت ايه؟ بعته من امتى للانديه؟ بقى لنا 15 يوم، بقى لنا 18 يوم بالظبط. ان اخر ميعاد للبعات يوم 30/30، هو كان امبارح. كل واحد يقول لك ايه؟ انا ملعبي استاد اسكندريه، ممتاز. واحد يقول لك انا استاد الماكس، ماشي ممتاز جدا، ولا اعرف في استاد القاهره. ناس بصراحه خبرات روعه جدا. فين الموافقه الامنيه يا عم؟ يعني انت عندك سيادتك عايز تلعب في استاد القاهره، لوحدك هتروح تلعب؟ مين اللي هيامن لك؟ يقول لك انت يعني مش دعوه الامن، احنا مسؤولين عن اداره المباريات وليس تامين المباريات. والنادي هو الوحيد المنوط بيه ان هو يجيب يا ابراهيم الايه الموافقات. يا جماعه يا اهل الخير، يا جماعه هاتوا الموافقات. احنا قلت لجمال بيه بعد جواب تاني تحديد ابعاد اقصى 10/11 اخر ميعاد ارسال الموافقه الامنيه لكل الملاعب اللي انتوا اقترحتوها. كويس، جميل انك انت عايز تلعب على الملعب ده، لكن فين الامن اللي هيوافق على اقامه هذا الملعب؟ زي ما انت شايف هنا مش عارفين نلعب الاهلي، وده ماتش قوي نهائي افريقيا اللي هو يعني. فالموضوع اصعب من كده بكتير. فحتى الناس بتتصارح، احنا اللي هنديره، متشكرين جدا، احنا يا جماعه ديروا، احنا ما عندناش مشكله، بس اعرف انك انت كل نادي لازم يجيب موافقه الامن بتاعه، عشان احنا كمان لو الامن ما جابش الموافقه والانديه هنضطر نحدد الملاعب اللي موجوده، يبقى انت هتلعب على ملاعب ايه؟ محايده. طيب انا برضه الناس هتسال، هو الانديه هي اللي هتجيب الملاعب طبعا، وكمان تاخد الموافقه الامنيه طبعا. طب دور الاتحاد ايه؟ لا مش الاتحاد هو اللي بيخاطب الوزاره، وزاره الداخليه، ولا من فضلك يا وزاره امني لي الماتشات دي؟ لا ولا لا 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 وضح لي. لا هو لحضرتك انا ببعت لك اقول لك اختار الملعب، هذا الملعب اللي بتختاره لازم تجيب عليه حاجتين، موافقه الامنيه وموافقه صاحب الملعب اللي انت مأجره لو مش ملعبك. صحيح، يجي الورق كامل انا اعتمده، ما عنديش اي مشكله. حتى الان عندك بقى مشكله بعد كده للمخاطب، انا اللي بخاطب بقى، بخاطب بالمواعيد عشان ابعت حكامي وابعت مراسلاتي، لكن لازم انت تثبت. بيحصل انت حضرتك زي حصل السنه اللي فاتت، قال لك كان في انديه وده حصل لعبت على ملعبها مرتين رايح جاي زي الانتاج ونزل برضه، وكان من ضمن المعرضه للهبوط. وفي انديه لعبت كله خارج ملعبها، مش كده؟ أيوه. ده عرف يجيب موافقه وده عرف ايه وده ما عرفش يجيب الموافقه، ده هي دي المشكله. فقلنا لهم لا يا جماعه، عشان بس ما نرجعش بعد كده نعمل مسابقه ونعمل 21 اسبوع و22 فرقه، ويجي بعد كده يقول لك ده خلاها بتكافئ فرص وهنبعت الاتحاد الدولي. فانتوا رميتوها في ملعب الانديه. لا لا لا، احنا هنعمل انا عارف ان 80% مش عارف يجيب الموافقه، عشان كده انا اخدت يوم 10 على اساس بعد كده هيحصل تدخل وهيتحمي تحديد ملاعب. هذه الملاعب محايده، يبقى لازم اغير شكل الدوري،
ما اقدرش اقول ان رايح جايف على ملعب واحد. لا 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 ده كلام ده كلام ده كلام في منتهى الخطوره. عايز اوضح الناس ده كلام مهم قوي يعني عشان انا ما اجيش بعد كده اشتغل وينام ده في الدوره وده يجيب 5 نقاط وده يجيب 7 نقاط فيرجع يقول لي الغي الدوري. انا ما وافقتش انا ما عملتش. لازم الموافقات تبقى موجوده يا اما تبقى توافق انك تلعب خارج ملعبك موافقه كتابيه لغير شكل الدوري بحيث ان يبقى الملاعب محايده ونزود في السوبر اللي قدام والسوبر ده بحيث نعمل حاجه برضو فنيه تخلي المسابقه يعني صحيحه بدل الفرص. يعني بمعنى اصح كده عشان يعني الناس تبقى فاهمه كويس قوي الكلام حاجه بتقوله انتوا سبتوا الانديه تتحرك يلا اتحركوا ورونا هتعملوا ايه. هتلاقي مش ورونا اخر حاجه والله ما نروح ده ابراهيم يعني لا معلش الموضوع صعب. مفهوم كلام حضرتك كده عشان ما ترجعوش بعد كده تقولوا لنا انه هنلغي الهبوط اتحركوا يلا وهاتوا هاتوا الملاعب. برافو عليك. لم تنجحوا في ان انتوا تجيبوا الملاعب سيبونا احنا بقى كاتحاد كوره نتدخل بحيث ان احنا ننسق بطوله تكون متظبطه من حيث المساواه. أيوة. ومن حيث المحايده تعليمات الاتحاد الدولي بالظبط وفقا لتعليمات الاتحاد الدولي وعلشان ما حدش تاني من الانديه يرجع يقول الغي لهم كده كلام مظبوط. ده كلام مظبوط. طيب علشان يبقى الكلام تمام. واضح جدا تمام. ومباشر للانديه ومباشر كمان تمام. للناس اللي بتتفرج عليه عشان نقول لهم يا جماعه الروح دي احنا يعني فيش ناس موجوده لهم اغراض انتخابيه او لهم اغراض كده عمالين هدفهم كله يعمل فتنه. احنا في مركب واحد الاتحاد ولا عايز ياخد صلاحات من الانديه ولا الانديه واحنا اللي هندير كلنا بندير في مركب واحد. نتمنى يبقى في رابطه نتمنى في اداره مسابقات نتمنى انك تسوق مثلا لان انا اكون اكتر واحد مستفيد ده يعود بالنفع على منتخباتي وعلى اسم هتبيعوا الدوري ازاي اذا ابتدى. بص حضرتك القرار لجنه الانديه اللي انتهى مدتها يوم الاثنين اللي فات كان قرار واضح وصريح ان البيع لمده سنه واحده لجميع القنوات. السنه اللي فاتت قعدنا نقول كده في الاعلام وانت قلت لا انا بقول لك على القرار. القرار ده هذا القرار لم يعتمد تم اعتماده من اللجنه وما اعتمدش مجلس اداره الاتحاد ده رغبته. احنا كمجلس اداره الاتحاد هنجتمع وهنعرض الكلام ده على اللجنه الجديده. يمكن اللجنه الجديده عندها ورؤيه عشان كده تم ايقاف كراسي ممكن عندها رؤيه تانية مختلفه مثلا تبيع الدوري سنتين والدوري مش ما فيش حاجه في الايد ولا في جمهور ولا في اي حاجه. هو يعني هو في وجهات نظر بيقولوا ان احنا كل ما بيبقاش في جمهور كل ما نسبه المشاهده بتزيد ان ما فيش جمهور بيحضر عايز يتفرج هيتفرج في التلفزيون. ماشي ده انا سمعت انا بقول لك الكلام اللي بيتقال طبعا 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 لا الناس لمست الحقيقه الدوري السنه اللي فاتت كان عامل ازاي. يعني الكلام ده كلام سطحي لان اصلا حضرتك الجمهور هو اللي بيدي جو هو اللي بيعرف يا جماعه ما احناش عارفين الماتش امتى انت ما تعرفش هتلعب امتى يوم ايه ولا ده طبعا دي اقول لك على كلام الناس لكن انا مش مقتنع بيه مش كلام انا. فانا عايز اقول للناس ان الموسم السنه دي ممكن يبقى سنتين ممكن يبقى ثلاثه ممكن يبقى سنه لسه لم يحسم حتى الان القرار هو سنه واحده لجميع القنوات عشان دي صاله انتقاليه فيها مجموعتين فيها مشاكل في التسويق فيها سعر ممكن يكون قليل يعود بالضرر الانديه وبعد كده يبقى مع ان انا بقول ان هنفضل في مواسم استثنائيه اعتقد ان لازم نعمل انا وجهه نظري بتقول لي لازم الدوري على الاقل 3 سنين عشان اللي خسر السنه دي يكسب السنه اللي بعديها والانديه محتاجه تبيع 3 سنين ليه؟ لان كل ما هتزود 3 سنين هتاخد عائد. ما انت حضرتك بتفكر في لصالح الانديه ما انت برضه لازم تفكر في صالح القنوات اللي هتعرض لك الماتشات ده ما انت اذا ازدت القنوات ديت هي مش هتعرف تتعامل معاها. عشان كده بقول 3 سنين عشان هو لو انضر السنه يعني السنه اللي فاتت طبعا القنوات يعني احجمت عن شراء الدوري وابتدا يبقى ماتش واحد بس يشتري وبداوا يشتروا ايه؟ ماتشات اللي عليها زي ما حضرتك كنت بتتكلم معايا بيدفع الاربع ماتشات وما يقدرش يدفع يقول لك الماتش ده مش جايب قيمه اشاره البث. طيب يبقى هل انتوا بقى في الاتحاد في لجنه الانديه درستوا السوق كويس بمعنى ان انتوا جبتوا حد من الناس اللي شغاله في السوق الكروي في سوق الرياضه وقلتوا لهم يا جماعه الماتشات ديت بكذا الاعلانات حجم الاعلانات اللي موجوده في السوق المصري لمباريات الدوري تبقى بكذا وبالتالي احنا هنبيع الدوري ده علشان احنا نكسب والانديه تكسب وفي نفس الوقت نضمن انه يكون في مشاهده. ما هو انت برضو في النهايه غير الهدف الربحي انت عندك هدف انه الجمهور يتفرج بالظبط فيبقى عندك ده وده يبقى القنوات بتذيع كل الماتشات بدون خساره وفي نفس الوقت يبقى في استفاده ماديه من ناحيه القناه. هقول لك بكل امانه ما يدار في الكواليس جوه اللجان اتقال في اللجنه اللي فاتت ان في اخر اللجنه ان هناك لوبي ده بيتعمل من الانديه من 7 قنوات بيترأسهم الاخ عزيز وفاضل عنده خبره الاستاذ اسامه الشيخ وجلسوا قنوات كتيره 5 6 7 قنوات وحاولوا انهم يخشوا بعرض لو كانت كراسه مكتمله او عرض كتابي. الكلام ده على السيزون الجديد السيزون ده على الموسم ده الموسم ده لما عرفوا ان الموسم ده سنه وانهم هيجيبوا عرض كويس يتناسب زي ما حضرتك بتقول مع الخسائر اللي تمت قبل كده ويقدروا هم مع بعض يكملوا بعض في موضوع الماتش موضوع صاله البث. بتبقى عندنا مشكله مهمه جدا في التسويق التلفزيون المصري. انا اتكلم بقى بمنتهى الامانه كنا بنفتح الموضوع ده الموضوع بتاع التلفزيون المصري ده موضوع خطير جدا. التلفزيون المصري حتى الان المديونيه تجاوزت 61 مليون
يعني 61 مليون. انا بقول لحضرتك اللي بالكيو كارد انت عامله كده. انا عامله كده قلبته اكثر. ها انا كده ال 61 مليون دول تراكمات 3 سنين سنتين ونص ايراد. فلو قدرنا لو كان احنا هنفضل كده بناخد الفلوس مقابل خاص باشاره البث هنخلصها سنه 2025. وبقى الموضوع ايه يعني كده. فانا اتمنى من التلفزيون المصري يعني يعني انا وعشان كده بقول يا جماعه مفيش اتفاق لازم يعملوا طرف الاتحاد لجنه الانديه لجنه لا لازم التلفزيون المصري لازم طرف اصيل يخش في اي اتفاق لان احنا عايزين التلفزيون بتاعنا يذيع عايزين القنوات الحمد لله قنواته الفضائيه بتتشبث بصوره كويسه فيها ناس فيها تطور ممتاز عندنا راجل ممتاز جدا استاذ عصام الامير رئيس الاتحاد الجديد متفاهم جدا جريء وصعب قرار وطبعا الدكتوره دريه طبعا سعيد بنت الاعلام والاعلام الرياضي محتاجهم محتاج نتعاون ما حدش في العالم بيبيع ماتش بسبع اشواط بس تبيع تاخد نفس المبلغ على سبعه مش موجوده في العالم يعني انا النهارده ببيع ماتش الاهلي والاتحاد هو اشاره واحده الباقي كله لينك ما ينفعش تاخد من كله نفس الاشاره خد رقم ماشي ما تاخدش الاربعه خد رقم سبعه بس كله يتوزع 10 بس يتوزع على كل القنوات المذاعه في العالم كلها موجوده حضرتك عارف يعني انا هاخد مثلا 2000 دولار ثمن اشاره البث والحقيقه برضه لحد دلوقتي الناس بتسال ليه 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 بالدولار بس ماشي ما علينا هاخد 2000 دولار اخدهم من كل القنوات المجموع يتقسم على يعني ازاي 10 قنوات يبقى كل القنوات تدفع 200 بالظبط لكن ما تنفعش تقول لي 2000 من كل قناه بتذيع كلام برضو غير مقبول حط تكلفه طرحته ده ما دي مش ده بيتقال بس ما فيش حد بيسمع لازم كل انا بقول والطرف الاساسي مش موجود فيا جماعه الطرف ده لازم يبقى معانا في التعاقد ان الطرف ده بيمثل لحضرتك النهارده بتتكلم على 60 مليون مش موجودين ليه ما جذبتوش الطرف ده عشان يقعد معاكم ليه ما اتكلمتوش معاه في وقت الاخوانه كانت الموضوع صعب جدا والموضوع مش في دماغهم وواخدينها عافيه لكن دلوقتي الدنيا اتغيرت ده ضرب ولاد التلفزيون اللي ماسكينها ابن التلفزيون الكابتن عصام الامير استاذ عصام الامير والدكتوره دريه اتمنى الفتره اللي جايه تشهد الاول اجتماع مع الايه؟ مع التلفزيون بحث المديونيه اللي فاتت والاليه خش شريك بالباقي يخش اي حاجه المهم يبقى قدام الناس وهي بتحط السعر يا ابراهيم عارفه هتدفع كام. طيب علشان انا وقتي بيخلص مع حضرتك ولازم اسالك في موضوع مهم عقد رعايه شركه الملابس اللي كانت المفروض موجوده اديداس راح من غير اسماء يا اسف احنا هي كان عندنا عرض باشمهندس هاني بوريدا والكابتن سمير زاهر بذل مجهود كبير جدا في انهم وكان مصر فيها ترتيبها التاسع عالميا جابوا عرض خيالي لثمان سنوات وقبل توقيعه بايام حصل الايه مجزره بورسعيد وتوقف ده ومن وقتها من استقاله الاتحاد في شهر 3/2012 واحنا المباحثات شغاله كنا في الاتحاد الافريقي في الكونجرس الاتحاد الافريقي والاجتماع وكررنا الموضوع لو احنا جادين في هذا الموضوع عايزين نرجع تاني للموضوع لما قعدنا معاهم كان في شويه حاجات من ضافه شالوها واحنا الحقيقه يعني تاخير خدنا موافقه من العامل الوزير السابق الاستاذ عامل فاروق ومنتهى تماما ممتازه جدا ووافق على كل حاجه ولما بعتنا حصل الاحداث اللي موجوده والشركه بعت لنا جواب قالت فيه ان احنا لابد نبقى في ديل تاني الارقام اللي انتم سمعتوها دي بعد ما مصر اتغير اللانكينج بتاعها وبعد الظروف ديت محتاجه نرجع فيه العقد ما اتلغاش لكن العقد هيبقى عقد جديد مش بالشروط القديمه هيبقى عقد تاني خالص غير اللي احنا كنا سمعناه ده طيب اخر حاجه وسؤالي الاخير لانه خلاص عندي دقيقه ولازم اخرج لفاصل ما يتعلق بالمباراه المقبله عندك اي طموحات عندك اي امال ان مصر تكسب لا تكسب ممكن لكن تتاهل مستحيله يعني قصدت تكسب انا قصدت تكسب ما قصدتش تتاهل عندي طموحات ماتش صعب جدا لكن لا يعني لازم التارجت ده يتحقق لانه اذا ما اتحققش في ده مباراه كرامه رد اعتبار جيل بكامل لازم يقول ان هو دي كانت ما كانش يومه كان يوم عارض وان الاداء بتاعنا نقدر كنا ممكن نتاهل لكن ربنا ما اردش انا بشكر حياتك شكرا جزيلا حاج محمود الشامي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم كنت معانا صريح الحقيقه في كل الملفات اللي احنا فتحناها بشكر حياتك شكرا جزيلا انا بشكرك واتمنى لك التوفيق ان شاء الله اشكرك يا فندم شكرا جزيلا دي كانت فترتنا الرياضيه في بث مباشر احنا لسه مكملين مع حضراتكم هنطلع فاصل بعد الفاصل باذن الله مكملين ما يتعلق بتطورات الاوضاع في مصر من خلال التغطيه الاخباريه السياسيه والمتعلقه بالواقع المصري مع الزميله ريهام البرايت